ظاهرة حيرت العلماء في أستراليا، نعم، أن حرائق الغابات بدأت تكثر في الآونة الأخيرة من دون معرفة الأسباب، من دون وجود درجات حرارة عالية، بل إن هذه الحرائق تمتد لأماكن غير متوقعة. فقام العلماء بجامعة سيدني الأسترالية بدراسة غريبة من نوعها، واكتشفوا سرا، يعني الحقيقة لأول مرة يعرض هو في السنة الماضية 2018، سبحان الله، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم والسلام حذر منه قبل 14 الله قرنا. الله الله، لذلك إذا أحببت يمكن أن نرى الفيديو لكي نتحدث ونحن نرى نعم سر إشعال الحرائق الذي كشفه العلماء مؤخرا، وسببه طائر فقط. تصور سبحان الله، طائر يشعل الحرائق. نشوف مع بعض كده.